أجابكم الله. في آخر أسئلتها تقول: ما حكم صيد طائر الهدهد؟ لأن بعض الناس يقول إنه لا يجوز صيده، وأن من فعل ذلك عليه فدية، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد والصرد، لا يجوز. والضفدع هذه الثلاث لا يجوز قتلها، الهدهد والصرد والضفدع لا يجوز قتلها ولا يحل أكلها، لأن ما نهي عن قتله أو عن ذبحه لم يحل أكله. نعم.